قولي لي بقى نرمين هنبدأ بإيه؟ بصوا بقى، عندنا فقرة النهاردة طبعا يعني هي مش مختصة بالمرأة أو مش للستات، بس هي للستات. خليني واقعية. يعني هنتكلم عن المرأة المصرية في الدراما المصرية. طبعا المرأة المصرية من قديم الأزل كان فاكرين سي السيد والست أمينة. طبعا في تطور كبير جدا حصل، واعتقد دلوقتي نظره الدراما المصريه للمراه المصريه لا تحولت بشكل كبير جدا، وان المراه المصريه بقت بتدخل كمان في كل المجالات. فان شاء الله ده هيكون موضوع اول فقره معانا النهارده، او من ضمن فقراتنا يعني ان شاء الله، في هو وهن والمجلس القومي بقى للمراه. انا شايفه كمان ان هو الحقيقه يمكن كان من فترة كرم مجموعة من الفنانين أو الفنانات، يعني الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، الفنانة نيلي كريم عملة نادرة، الفنانة روجينا في مسلسل ستوب. الحقيقة عملوا أدوار قوية جدا جدا جدا، فتابعونا فقرة إن شاء الله تعجب حضراتكم. ومناسبة بقى الدراما وكلامك عن الدراما، أنا هتكلم دلوقتي عن الدراما الحياتية اللي إحنا بنعيشها. هتكلم دلوقتي يا جماعة عن الفرصة الثانية. احنا يا نرمين كلمنا كتير عن الفرصة التانية، وسمعنا اراء كتير ما بين مؤيد وما بين معارض، بس في ناس دايما بتبقى مترددة في حياتها. طب اخد فرصة تانية عشان اكمل حياتي، ولا اقفل الباب وما اغفرش خالص، لان انا لو عملت كده ممكن الطرف اللي قدامي ما يقدرنيش، ودايما اكون انا انسانة يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده ما عندهاش كرامة، ودي بتسمح بقى مرة واثنين وثلاثة، والشخص ده لما بيشوف الست قدامه او مثلا بتشوفي الطرف التاني انت بتسامحي مرة واثنين وثلاثة، بتلاقي نفسك بقى كده خلاص، وانت ما ينفعش ان انت تعيشي معاه تاني، انت ما بتكونيش شخصيه ذو قيمه عنده. فطبعا زين ده موضوع مهم جدا احنا نناقشه النهارده مع اللايف كوتش نهال فهمي. هتتكلم بقى معانا ازاي نتعامل في العلاقات، وكمان اهم حاجه ازاي ندي فرص تانية مع الاصدقاء. طب مي، انت بتدي فرص تانية؟ حسب الموقف وحسب الشخص. يعني الموقف عامل ازاي ساعتها ممكن ادي فرصه تانية، لكن يعني انت في حياتك ممكن تدي فرص تانية. اكيد ما عندكيش مشكله، لان احنا مش ملائكه يا جماعه، احنا بنغلط. طبعا. ولو حد كمان رصيده عندك كبير فانت بتغفري له، بس بنسبه. لو رصيده عندك كبير وغلط غلط كبير فيكي، خصوصا مثلا في نقطه الكرامه او كده، فالزعل بيبقى كبير. صح. انت يا مروه قبل كده قلتي انا بمشي وبلف وبكبر دماغي. بس خدي بالك على حسب الموقف. انا قلت لك قبل كده وانا فاكره جدا جدا، الموقف لو مؤذي ليكي وحاسه ان الموقف غير مبرر وملوش اي مفهوم، انا بمشي لاني بخاف جدا من الشخصيه دي، بخاف على قلبي، بخاف على حبي، بخاف على ليه انا ابقى يعني في موقف مش مفهوم. بس خذي بالك في اخطاء بتبقى شايعه، وان احنا كلنا بنمر بيها وبنتعرض ليها، فلازم هنا تسامحي، خصوصا يعني هندي فرصه تانية للاصدقاء ولا لا. مين انت اديتي فرصه لحد؟ هقول لك بقى، ما انا هقول، انا بصي انا بطبعي هبله، ده مبدئيا كده بجد بدي فرص. يمكن من كام يوم احنا مراجعين مع بعض يا مروه بنتكلم على موضوع الصحاب، وان احنا بنرجع تاني لصحابنا. يمكن انا قلت لمروه حاجه، قلت لها انا في واحده يعني كانت صديقة ليا، ادت لها فرصة تانية، لكن للأسف هذه الصديقة كانت لا تستحق أصلاً إن هي طبعاً تبقى موجودة في حياتي. طبعاً، وبعدين خذي بالك هي حكت لي موقف كمان، يعني مش هنحكي الموقف، مش هنحكي الموقف. بس في مواقف ما بتبقاش مفهومة، يعني دي عملت معها موقف مش مفهوم ومؤذي ليها والناس قريبة ليها، فهنا النهارده أنا هسامح. يعني أنا دايماً دي مش فرص بقى، أو بصي دايماً أقول اللي يجي على يعني أنا ابني خط أحمر طبعا. فهي جت على ابني، فلا دي ما ينفعش أديها فرصة تانية. طيب بتقول لك بقى إيه دلوقتي؟ بتقول لك ده لو بصي يا مي، لو على الغيرة زي ما أنت بتقولي، أو المواقف أو يعني في طباع كتير ممكن نقابلها في حياتنا، ممكن تكون كويسة وممكن تكون وحشة. صح. بس في ناس مؤذية بدون مبرر، هو ده اللي بقول عليه. وهنا بقى إيه؟ ما ينفعش ندي فرص ثانيه. بس خليني اقول ان في العلاقات بقى العاطفيه، ان الواحده تقول لك ايه، طب انا هدي فرصه ثانيه يمكن يتغير. صدقوني مفيش حد بيتغير، لكن متخانقين في خناقه فانت كرامتك لا، دي نرجع نقول ان هو حسب الموقف. بالظبط، حسب الموقف. انا في حاجات جدا لا تغتفر. لكن في مثلا في نوع اخر بقى من الفرص الثانيه، بمعنى ايه؟ اتنين مثلا، انا دي شفتها قدام عيني بجد، حتى يعني والله العظيم انا كانت واحده صاحبتي بتكلمني امبارح بتشتكي لي، هي متجوزه جوزها، وبتشتكي لي من جوزها انه يعني بيعنفها عنيف. هو رجل عنيف، فبتقولي طب اعمل ايه؟ وهي بتحبه جدا، طب اعمل ايه؟ اديله فرصه ثانيه؟
انا بقيت والله يعني ما انا مش عايزه اخرب البيت برضو. أيوه. بس قلت لها انت تعتقد ان انت لما تديله فرصه تانية هو هيبطل يمد ايده عليكي؟ لا طبعا. هيبطل يغلط فيكي؟ كبير. لا في يا جماعه مواقف استحاله هيتغير استحاله طبعا. انا معاكي. لكن مثلا لو خانك مره او عرف واحده عليكي لا عديله واديله فرصه تانية. ايه ده انت الخيانه بتعديها؟ بتعديها. اصل خدي بالك احنا بشر. هقول لك حاجه، ده اكيد احنا بشر وفي ناس كتير. الخيانه عن خيانه تفرق. بعدي كله، بعدي كل الانواع، بعدي كل انواع. ايه يا جماعه والله صغيره ما تعرفش حاجه. لا هقول لك حاجه، ما تعرفش حاجه. لا اصل هقول لك حاجه، ما فيش راجل، ما هو ما فيش راجل يعني مش بيبص. ده اكيد. معلش انا اسفه والله يا ستات ان انا صريحه زياده عن اللزوم، بس بجد صدقوني ما فيش راجل ما بيخونش. ما فيش، حتى لو بيخون لا بيبص. لا بص حاجه، اصل كلنا بنبص. انا نفسي لو لقيت واحده حلوه معديه وببص عليها. ده اكيد يا جماعه. بصي لما تيجي عندك بيت واسره واطفال، انت ما ينفعش تقولي الكلام ده دلوقتي. ممكن بقى المسؤولين لو سمعك دلوقتي يقول ايه، خلاص هي الاستاذه هتسامح فخلاص بقى اروح اكلم واحده ثانيه. لا مش كده. لا لا ما ينفعش كده. لا ما هو يعني يرمين خلاص. انا غيرت كلامي. ايوه طبعا غيرت كلامي يا جماعه. نرمين خلاص اللي انت بتقوليه ده خلاص. بس هقول لك حاجه، في زعل برده بيكسر يعني مش عارف، في زعل بيوصل انه بيكسر حاجه فيكي، فالعلاقه ما بترجعش زي ما كانت. يعني انت في حاجه اتكسرت طبعا. حتى انا فاهمه. طب اقول لك على حاجه من خلال يعني انا برده واحده عندي 42 سنه، فاكيد مريت بالتجارب كتير. صدقيني اكتر حاجه حتى ما بين الصحاب، مش ما بين اتنين مرتبطين، اكتر حاجه كان انا ابويا الله يمسيه بالخير كان دايما يقولها لي، اكتر حاجه تكسر العلاقه ما بين اي اتنين اصحاب، اتنين مخطوبين، اتنين متجوزين، الاحترام. صدقيني عدم الاحترام طالما يعني انا دايما حتى اقول عدم الاحترام طالما دخل ما بيني وما بين اي بني ادم العلاقه دي لازم تنتهي فورا. صحاب بقى، مخطوبين، احترام وثقه. انا اعتقد هم الاثنين دول اللي بيخلوا اي ريليشن شيب مثلا تنجح. يعني انا برضو كنت قريت حاجه كده، الحب ليه معايير تانية عشان يستمر، مش الحب يعني الواحد الحب وحده، وحده يعني. لا الحب وحده ما ينفعش ان احنا نعتمد عليه ان الحياه تستمر. في مجموعه من الانسانيات جوانا ومجموعه من الخير، ده اللي بيخلي الحب يكمل ويعيش، سواء مثلا ده احترام، انا بقدر اللي قدامي. لكن الحب لوحده ما بيكملش العلاقات. أيوة. ولا بيستمر. أيوة. مش حب بيستمر. واللي يقول لك اصل الحب والبيت، لا صدقوني لا يا جماعه خليه يروح يجرب. والله العظيم الحب مش هقول بيروح بعد الجواز، لا ما بيروحش، بيتغير طبعا. شكله بيتغير. طبعا. وبعدين اللي بيخلي الواحد يعدي المواقف الصعبه هو الحب. لكن الحب ما مش هو ده زي ما بنقول بالبلدي ما بيعمرش او ما بيفتحش بيت. لكن العشره، التفاهم، الاحترام، ان انت تحترميه هو يحترمك.